جرى صباح اليوم حفل التوقيع على مشاريع تعاون بين البلاد وبرنامج المتحدة للتنمية، كان ذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي ووزير التدريب المهني وترقية المهن ومسؤولي برنامج المتحدة للتنمية. تقرير محمود موسى الفئيل. سعيا لتطوير البرامج والمشاريع التنموية التي تسعى إليها الحكومة إلى تحقيقها في جميع القطاعات، وذلك عبر الوزارة المعنية بالتنمية وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي. وفي هذا الإطار جاء حفل توقيع مستندات ووثائق مشروع برنامج لدعم التنمية المحلية والتمويل الشامل في تشاد، وذلك بين البلاد وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. ويهدف هذا المشروع إلى دعم العديد من البرامج التنموية، منها المشاركة الفاعلة في محاربة الفقر والبطالة والضائقة الاقتصادية للسكان، فضلا عن تطوير التنمية المحلية بالإضافة إلى تحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير القروض للمؤسسات. وخلال كلمتها بهذه المناسبة، المديرة الدولية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية كارول فلور التي قالت إن هذا المشروع يسمح بتنفيذ العديد من البرامج التنموية، وذلك عبر البحوث والنظم في المجالات التكميلية اليومية التي لها تأثير إيجابي وفاعل في المشاركة بغية تحسين الوضع الاجتماعي للسكان. وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي خلال كلمته أكد بأن هذا المشروع يدخل في إطار البرامج والمشاريع التنموية للرؤية المحددة لعام 2030. Chef de machine à Paris, Maraïs, Ligina financement en APND, au Sianchouda, et compléter le financement en programme Al-Sénada. Au montant de financement, 212 milliards de francs CFA. ويضم المشروع عدة وزارات، منها وزارة المرأة والتضامن الوطني والطفولة ووزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي، بالإضافة إلى وزارة التدريب المهني وترقية المهن. الشيء اللي بخصنا الزيادة علينا وشيء ده برنامج كبير وبرنامج ده مارج من الرئيس الجمهورية، والبروجي كبير. أول عندنا بافيد البافيد ودر، وجينا في البادل فيد ده فوق كل عندنا دور كبير نلعبه، وفي ده بس شاركونا وجينا هدينه، والحمد لله هسال سنياتير سوى الفضل لكم إن شاء الله. كان أيام فيه ممكن الفايدة ده بجي على الشباب وللأويل. هذا وقد وقع الطرفان في المحضر الخاص بالمشروع، حيث وقع من جانب برنامج الأمم المتحدة للتنمية مديرته الدولية كارول فلور، كما وقع أيضا من جانب البلاد وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي جيتو تيراينا يامباي. وللمعلومية فإن توقيع هذا المشروع جاء نتيجة للطاولة المستديرة للخطة الوطنية للتنمية والتي انعقدت بالعاصمة الفرنسية باريس في 6 من هذا الشهر الجاري بهدف تحسين الوضع المالي في البلاد. ترأس صباح اليوم وزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية سيد قمر السليكة ترأس فعاليات الندوة العلمية حول الموارد المائية في تشاد بحضور العديد من الخبراء والمعنيين في هذا المجال. تقرير زمزم طاهر عاشور. تتمتع دولة تشاد بموارد مائية هائلة كمياه جوفية ومياه سطحية، ومع ذلك فإن بعض المناطق تواجه نقص في المياه. ومن أجل مساعدة البلاد لحل هذه المشكلة، تقوم عدد من المنظمات بحفر الآبار وتوفير المياه الصالحة للشرب للسكان. وعلى هذا الأساس فقد افتتحت ندوة علمية لمناقشة المواضيع التي تتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب للسكان التشاديين. ترأس فعاليات الندوة العلمية وزير الزراعة ممثلا لنظيره وزير المياه لدى البلاد. وبهذه المناسبة تحدث ممثل التعاون السويسري لدى البلاد عن العلاقات السويسرية التشادية، خاصة في مجالات توفير المياه والتعامل مع مشروع الموارد المائية، وأكد على أن مشروع شبكة الموارد المائية قد قام بإعداد أبحاث مهمة في هذا المجال، موضحا على أن هذه الندوة العلمية تأتي من أجل تقديم نتائج أعمالهم المعدة في بعض أقاليم البلاد كبوركو وإنيدي وتيبستي ووداي ووادي فيرا وقزبيضة. وزير الزراعة ممثلا لوزير المياه أكد على أهمية هذه الندوة العلمية والتي هي حول الموارد المائية كمسألة وضع الخرائط لبعض المناطق الشمالية والوسطى بالبلاد. الغرض من المشروع هو يبدأ تغطية لكل أراضي تشاد، ويحاول يكتشف وجود المياه جوفية سطحية عشان يخلينا نعرف تمام، نعرف الكمية الموجودة
ونعرف بعد كده نبرمج استعمالها سواء كان للشرب للناس للمواشي ولا للزراعة. فطبعا ما ممكن أنت تبدأ أي مشروع زراعي ولا لثروة حيوانية إذا كان ما بتعرف وين المياه ووين الكمية الموجودة وكيف تستعملها. للتذكير فإن هذه الندوة العلمية حول الموارد المائية ستستمر مدة 3 أيام كاملة. قام صباح اليوم وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني دكتور محمد نظيف يوسف بزيارة تفقدية إلى مركز مراقبة جودة المواد الغذائية، وذلك بهدف الوقوف على المختبرات بالمركز للتعرف على مدى سير العمل. تقرير مريم عبد الرحيم عرضي. لضمان وسلامة المواطنين من الأغذية الفاسدة والتي هي ذات صلاحية منتهية، ولأجل صحة جيدة يجب أن تكون الجودة والضمان دائما موجودان في الدرجة الأولى بالنسبة لمركز مراقبة وجودة الأغذية. ولأجل المراقبة فإن وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني محمد النظيف يوسف وبمعيته عدد من المسؤولين بالوزارة قاموا بجولة تفقدية إلى مركز مراقبة وجودة الأغذية. مديرة مركز مراقبة الجودة للأغذية أشارت إلى مدى أهمية هذه الزيارة من الناحية العملية، وخاصة لرؤية التطور الذي حصل خلال السنوات الأخيرة في هذا المركز والاهتمام البالغ من حيث العمل الدوري والمنتظم لأجل الوصول إلى الجودة المطلوبة. أما وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني وخلال زيارته إلى المركز للوقوف على المختبرات ومراقبة مدى دور المركز ومراقبة المواد والمعلبات، لأن هناك صعوبات في خبراء ناقصين، العمال ناقصين، وده إن شاء الله عندما نرجع مع التكنسيين معي مع الخبراء نحاول بقدر الإمكان نحاول حتى الميزانية بتاع سكوك ده مفروض نضيفوها لأن مركز مهم جدا لمستقبل تشاد. تبقى الإشارة إلى أن مركز مراقبة وجودة الأغذية يعمل دوما من أجل الحفاظ وسلامة المواطنين والتركيز على إصدار مواد غذائية صالحة وذات ضمان وجودة عالية. قدم ظهر اليوم أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار دكتور حسين مسار حسين حديثا صحفيا حول حصيلة الزيارة الرسمية التي قام بها إلى المملكة الأردنية الهاشمية. نتابع ما جاء في حديثه. قمنا بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر. أولا تشرفنا بلقاء معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل الطويسي، وقد تبادلنا معه إمكانية توقيع اتفاقية مشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار بجمهورية تشاد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أبدأ الوزير استعداد الوزارة لتفعيل التعاون بيننا وبين المملكة في إطار تبادل الطلاب وكذلك تبادل الخبرات والتجارب بين المملكة الأردنية وجمهورية تشاد. وكذلك أيضا يعني أبدت الوزارة تقديم عدد من المنح الدراسية للطلبة التشاديين في الدراسة بالمجالات العلمية خصوصا في الطب والهندسة، وكذلك فتح مجال للدراسات العليا وأيضا معاملة الطلبة التشاديين معاملة الأردنيين. كذلك تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية والبحث والابتكار بجمهورية تشاد وجامعة الزرقاء الأهلية. قدمت جامعة الزرقاء حوالي 20 منحة دراسية للطلبة التشاديين. تبدأ هذه المنح هذا العام، تقدم 10 منح والعام المقبل أيضا 10 فرصة. هذه المنح هي تحتوي على منح علمية. وكذلك قدمت جامعة الزرقاء الأهلية نصف منحة للطلاب الراغبين للتوجه للدراسة على نفقتهم الخاصة من أجل الالتحاق بالكليات العلمية. وسيأتي وفد من جامعة الزرقاء الأسبوع المقبل لمقابلة الطلاب الذين يرغبون للالتحاق بالجامعات وبجامعة الزرقاء في الأردن. وبالتالي أيضا أبدت جامعة الزرقاء استعدادها لدعمنا بتأسيس مركز أبحاث الطاقة بجامعة نجمينة لأن الجامعة الأم. وأبدأ اتحاد الجامعات العربية
لقبول عضوية الجامعات في تشاد لتبادل الخبرات وحضور المؤتمرات. يعني أبدأ اتحاد الجامعات العربية لاستعداده لعقد مؤتمر بين الجامعات العربية والجامعات التشادية في يعقد في نجمينا. بحضور أمين الدولة بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي، عقدت صباح اليوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمجموعة دول الساحل الخمسة يوما تفكريا حول كيفية معالجة الأوضاع الراهنة والتحديات الأمنية بالمنطقة. تقرير عبد الله هارون برما. من أجل التشاور والتفاكر وتبادل المعلومات ما بين الدول في مجموعة الخمسة بالساحل في دورتهم الثانية، جاء حاز اليوم للتباحث حول معالجة الأوضاع الراهنة في ظل الأزمة الاقتصادية. وعليه فقد أكد منسق اللجنة الوطنية لمجموعة دول الخمسة بالساحل جوندك إنوك رحب بالشركاء في المجموعة، وأكد أن اللجنة الوطنية تعمل على تحسين قدرات وتأمين الغذاء بهذه الدول، وذلك من أجل الوقاية والحماية والتحديات والسعي إلى إيجاد حلول لها في إطار برامجها المنسقة لتحسين الأوضاع الراهنة للأزمة المالية إلى جانب التحديات الأمنية بالمنطقة. أمين الدولة بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي سنجابي برنباس قال إن الحكومة التشادية تعمل على تحسين ومعالجة الأزمة المالية التي تواجه البلاد في الوقت الحالي، وأكد أن الطاولة المستديرة بباريس قد حققت نجاحا يؤول بدليل قاطع على التفاف العالم حول البلاد ومساعدتها للخروج من الأزمة الاقتصادية، وأضاف بقول إن هذا اليوم يهدف إلى دعم القدرات في إدارة الشؤون العامة وتشجيع اللجنة الوطنية للتنسيق من أجل ممارسة الدورة الثانية للمجموعة بواسطة الأمانة العامة الدائمة والشركاء الفنيين والماليين. بحضور رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي وبعض من النواب البرلمانيين، تم عرض الكتاب الذي ألفه النائب البرلماني أحمد بركة الله زايد حول الصراع الثقافي وأثره في تشاد. تقرير عباس أبكر مصطفى. تحت عنوان الصراع الثقافي وآثاره في تشاد، جاءت مناسبة عرض الكتاب الذي ألفه النائب البرلماني أحمد بركتل لمناقشة رسالة ماجستير للدكتوراه في السلك الثالثة، وأن هذا الكتاب يحتوي على 400 صفحة وتشمل على 5 فصول، حيث تناول فيها الكاتب أحمد بركتل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد وتأثيرها في الثقافة الإسلامية الموجودة، وكذا دخول الديانة المسيحية بمختلف أنواعها الكاثوليكية، وتطرق أيضا إلى الأعمال التي قامت بها الاستعمار المتمثل في إنشاء مدرسة مزدوجة في مدينة أبشا، كما تناول أيضا الظروف الصعبة التي مرت بها الشعب التشادي، وخاصة وقوع حادثة الكوبكوب التي أسفرت لمقتل قرابة 400 من العلماء وتلاميذهم. في مداخلته رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي بدوره أعرب عن سعادته بهذا المؤلف، وأثنى على هذا العمل النبيل الذي قام به النائب البرلماني أحمد بركتلة باطلاعه على تاريخ البلاد. وعقب عرض الكتاب وتسليمه لرئيس الجمعية الوطنية، فقد أوضح المؤلف أندوائه في تأليف هذا الكتاب. أبرز الصراع الثقافي الذي جرى في تشاد منذ دخول الاستعمار إلى تشاد سنة 1900، وهناك أشياء حدثت في هذا الصراع، خاصة مذبحة الكوبكوب التي راح ضحيتها حوالي 400 من العلماء والطلبة والتلاميذ والأعيان، وتهجير كثير من العلماء إلى الدول المجاورة خاصة السودان. هذا الأمر أدى إلى تأخير التعليم، خاصة التعليم الغربي في تشاد. نذكر بأن الجمعية الوطنية ليست مكانا لمناقشة أمور الشعب فحسب، بل من بينهم من يقوم بتأليف الكتب الذي يعالج القضايا الاجتماعية التي تواكب العصر الحديث.